السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كنت عم بطالع بعض الأخبار، شفت عنوان عن أكثر البرامج الشعبية بلبنان يلي هي عم تحتل الصدارة بالتلفزيون اللبناني على كل القنوات. لقيت إنه البرامج المبرزة هي برامج ظاهرها للنكت والتسلي والترفيه، وهي برامج إباحية بالدرجة الأولى. يعني لما نلاقي إنه معظم الجمهور اللبناني اللي منهم مسلمين وسنة وملتزمين عم بتابعوا هالبرامج، يعني حتى بحديث الناس الملتزمين، أخت متحجبة، شاب ملتزم بصلي من شباب المسجد، بنلاقيهم عليه عم بيحكوا برنامج نقشت ولا لهون وبس ولا هيدا حكي، وقالي بس هيدا ديدنهم بمجالسهم. لازم نحذر من هالخطوة الخطيرة اللي عم بنروح نحن فيها. هالبرامج هي زي ما قلنا قبل إباحية درجة أولى. شو بنستنى من برنامج هدفه إنه البنت تلطش الشاب، والبنت مجموعة بنات ينقوا شاب لحتى يطلعوا بموعد غرامي معه، وأختي وأختك وبناتنا قاعدين عم بيشوفوا هالبرنامج. الحياء اللي عند البنت كيف حيصير؟ بعد حيضلوا عندها حياء بعد ما تشوف هالأشياء؟ شو مستنين من برنامج من هالبرامج هدفه إنه وين في كليب إباحي، وين في خبر عن ممثل أو ممثل إباحي بيجيبون بيصدفون بيتكلموا فيه، يتكلموا معنا عن هالمواضيع. طب البنت اللي هي أساسا زي ما بقولوا قطة مغمضة ما شايف ولا بتعرف شيء، أو الشاب اللي هو أساسا ملتزم وبعيد عن هالأجواء، لما يتابع هالأشياء شو حيصير بحياته؟ شو حيصير بأخلاقه؟ أنا طلبت من أحد الشباب إنه يأخذ لي ولو 3 ثواني من هالبرامج أقدر حتى أفوتها بالمونتاج عندي بهالمقطع اللي ناوي أعمله. غاب ورجع قال لي حاولت أجيب 3 ثواني فقط كلام نقدر نحطه بهالمقطع، ما قدرنا، قال لي كله من الزنار ونازل. طب لما نشوف كل الشباب منشغلين بهالبرامج شو عم بيصير بأخلاقهم؟ شو عم بيصير بحياتهم؟ كله عم بتدمر سواء أنثى ولا رجل، بس بنركز أكثر على الأنثى عشان يضرب فيها المثل بالحياء. ومن أعظم الأشياء اللي بتوصل الشاب والفتاة لحتى يصيروا مدمنين للأمور الإباحية هي هالبرامج. بيدخل الشاب إما بيشاهدوا على التلفاز أو على اليوتيوب لحتى إنه والله بده يضحك، بس هدفه إنه التسلية. بيدخل تثور عنده الشهوة، تثور الغريزة، بينتهي البرنامج غريزته وشهوته بعد فايرة، بروح بيلجأ للأفلام الإباحية، خلاص ما بطل في غير شهرة، ما هو هذا إباحة إباحي إلا بهالبرامج، بطل في إلا شهرة بيلجأ مباشرة للأفلام الإباحية. وأنا هون بدي أذكر صنفين من الناس. الصنف الأول الأهل، سواء الأخ ولا الأب ولا الأم، اللي قاعدين عم بيجمعوا أولادهم مفكرين حالهم أنه والله قاعدين عم يتسلى، عم بيجمعون هالشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية، هو الرعية هو برقبتك، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. هذا غش، مش تربية، هيك عم نفسد أخلاقهم. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والله صرنا عم نشوف البنات بنت عمر 11 و12 و13 سنة، وبنات من أسرة محافظة بأسرة يعني محجبين، وبعض الأهالي مجلببين ولابسين، وبعضهم لابسين نقاب، عم بيفهموا بأشياء المتزوجين إنه 5 و7 و10 سنوات ما عم بيعرفوا فيهم وراء هالبرامج. بالمقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين يعني رب البنتين فأحسن إليهن، كما في بعض الروايات، حتى تبلغ كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين، وضم النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه. حديث كاف اليتيم: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أما بناتك لما تربيهم كن أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ربيهم بس تربية حسنة، ما تضيع هالشي أنت بس البرنامج بس عشان تضحك تقعد أنت وولادك أو تقعد أنت وولادك فيهم. الصنف الثاني اللي بدي أذكره هو إخواني الشباب. ما عشان ضحكي نضيع حياتنا وديننا، ما عشان ضحكي نكسر الحواجز كلها ونكون بعيدين من رب العالمين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه اللي بيجلس مجالس العلم والمجالس الإيمانية قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فكذلك اللي بيقعد مثل هيك مجالس بالعكس هم القوم يشقى بهم جليسهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرفعة ولا يجعلنا من أهل الشقاوة. هالمقطع مهم كتير كتير كتير، ما بنتصور قدي حجم الناس اللي عم بتابعوا هالبرامج، فأتمنى على كل محب أن ينشر هذا المقطع.
تاج، اقدر تعمل اعمل لايك، اعمل تعليق، اعمل شير، انشره على الواتساب وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. خلي الناس يصير عندها وعي ويصير عندها حذر من هالبرامج. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.